ثم بعده فصل في محرمات الإحرام. فإذا المصنف فرغ من مندوبات الحج ثم بعد ذلك يبين محرمات الإحرام. يحرم بإحرام، إحرام يعني دخول في الحج في العمرة، على رجل وأنثى وطؤ، وطؤ حرام من الجماع هو حرام، على رجل وامرأة محرمان، لآية فلا رفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فإذا لا يجوز الرفث، الرفث ما هو؟ فلا رفث ما معناه؟ أي لا ترفثوا، يعني المراد من قوله فلا رفث النهي عن الرفث، هذا الذي ذكر أولا، ثم بعد ذلك بين ما المراد بالرفث، والرفث مفسر بالوطئ، ويفسد به الحج والعمرة. نعم. وقبلة حرام، وفوق ذلك هو مفسد النيل. ثم يحرم قبلة، قبلة يعني إن حركت الشهوة، وإن لم تحرك الشهوة لا يحرم، هكذا قيد. ثم ومباشرة بشهوة، كذلك يحرم المباشرة بالشهوة. ثم مباشرة يعني التقاء بشرة أو إلساق بشرة ببشرة. ثم استمناء بيد، استدعاء خروج المني، بخلاف الإنزال بالنظر أو فكر لا يحرمان، ولو بشهوة هو مكروه فقط. يعني هذا رجل نظر إلى زوجته أو فكر في صفات زوجته هكذا أنزل، لا يحرم بل يكره. ونكاح، نعم. بالنسبة للنظر والفكر الإنزال، هل يأتي هنا نفس الكلام في الصوم إذا كان له عادة ينزل إذا فكر فيكون عليه حراما؟ لا هنا يعني لم يفصلوا هكذا. جزاك الله خير. نعم. هنا ذكر فإنه لا يحرم ولو بشهوة بل هو مكروه فقط. جزاك الله. نعم. ونكاح أيضا حرام لخبر مسلم، ما هو؟ لا ينجح المحرم ولا ينكح، لا ينجح المحرم ولا ينكح. وتطيب في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا، كمسك وعنبر وكافور، كافور حي أو ميت، كافور حي ميت، هذان نوعان من الكافور، عمم لذلك قال كافور حي كافور ميت، ليس كافور حيوان. ثم وورد ومائه، ماء الورد، ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه أو بجعله في جيبه، يعني لم يستعمل استعمال العادة بل هكذا علق، يعني مثلا هذا زهر الورد أخذ وعلق في طرف ثوبه أو وضع في يعني أذنه هكذا، كل هذا حرام. ثم هذا طيب، بعض المواد الطيب تكون رائحته خفية، فإذا لو كانت رائحته خفية ماذا يكون؟ هذا الذي يقول، ولو خفية رائحة الطيب كالكاذي والفاغية، هذان يعني نوعان من الزهر، فاغية هو ثمر الحناء أو نور الحناء، هكذا خلاف، فاغية كاذي هو زهر، زهرة من زهر وهي ثمر الحناء، هكذا لو كانت خفية هل يحرم أو لا يحرم؟ نعم يحرم. فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت حرم وإلا فلا، لو أصاب الماء
لو أصابها الماء يعني بلل بالماء فعندئذ تفوه رائحته يكون حراما وإلا لا يكون حراما. فإذا لو كانت الرائحة ظاهرة يحرم مطلقا، لو كانت خفية هكذا تفسير. ثم دهن، دهن هذا فعل استعمال الدهن، هذا الدهن، لذلك قال بفتح أوله، هذا مصدر. شعر رأس أو لحية، دهن بأي شيء بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن. لماذا قال بدهن؟ إذن لو دهن بلبن لا يحرم كما ذكر الرمل نوع، بخلاف اللبن وإن كان يستخرج منه السمن، يعني هذا اللبن فيه سمن موجود لم يستخرج منه، قبل استخراج السمن منه ودهن شعر رأسه أو لحيته بهذا اللبن لا يحرم. نعم. زيت وسمن ثم وإزالته أيضا حرام، أي الشعر ولو واحدة من رأسه أو لحيته أو بدنه من أي مكان يعني. أما استعمال الدهن في شعر الرأس واللحية وهكذا اختصاص بشعر الرأس واللحية تبيع فيه شيخ الإسلام والمنهاج، وهذا واحد من خمسة أقوال. ظاهر قوله شعر أنه لا بد من ثلاثة ويتجه الاكتفاء بدونها إن كان مما يقصد به التزين، لأن هذا هو مناط التحريم. شعر هو اسم جن، فإذا جم شعر جم، فإذا هذا القول يقتضي أن دهن ثلاث شعرات يحرم، وما يقل عن ثلاث لا يحرم، هكذا يقتضي. لكن ذكر في التحفة لو أداهن شعرة واحدة بقصد التزين يحرم وإلا لا يحرم. نعم. كذلك في إزالة الشعر ولو كانت واحدة أو بعلها، يعني هو قطع بعل شعرة واحدة يحرم لم يزل بتمامها من رأسه أو لحيته أو بدنه، هنا يعني العم بدن أيضا عام. نعم. إن احتاج إلى حلق شعر بكثرة قمل أو جراحة فلا حرمة ولا فدية. الفدية سيأتي. ثم عند التوضؤ عند الوضوء والغسل ينبغي أن يتحذر لئلا الدلك، هل يسن لهما الدلك وتخليل الأشعار؟ نعم، تخليل الأشعار. ماذا؟ عندك فلا حرمة ولا الفدية أو وعليه الفدية، هنا يعني ولا فدية، ممكن وعليه الفدية سيأتي. ماشي ما وصلنا إلى وعليه الفدية، هذا وصلنا إلى ولا فدية. نعم. أولا قبل قراءة درسنا اليوم أنبه على خطأ وقع في درس أول أمس في شرح قول المصنف والدهن الشعر وإزالته في محرمات الإحرام، هناك في آخر هذا الشرح نعم إن احتاج إلى حلق شعر بكثرة قمل أو جراحة فلا حرمة، ثم أنا قرأت ولا فدية، لكن هناك صحيح وعليه الفدية فلا حرمة، يعني لو
أزال الشعر محرم أزال الشعر بسبب حاجة عذر فلا حرمة لا يحرم لكن عليه الفدية وهكذا. وإذن هناك يعني ذكر في كتابي هناك مسألة ثانية بعض العبارات من الكتاب مكتوب في الهامش أنا ما انضبطت إليه لذلك قرأت هكذا فلا حرمة وعليه الفدية ثم بعد ذلك هكذا يعني عبارة فلو نبت شعر بعينه أو غطاها فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية هكذا. هذه العبارة موجودة في كتبكم فلو نبت شعر بعينه أو غطاها يعني أو غطاها يعني الشعر غطى العين فأزال ذلك فلا حرمة ولا فدية. فإذن عند إزالة الشعر لعذر هناك حالتان حالة يجب الفدية وحالة لا يجب الفدية. إذا لو كان الشعر نابتا في عينه أو كان الشعر يغطي العين هكذا عندئذ لأجل هذا الضرر أزال فلا فدية. لو كان إزالة الشعر بسبب جراحة هكذا كثرة يعني قمل وأمثالها يجب الفدية. نعم هذا مسألة صرح فيما بعد أيضا فيما بعد يعني ولبسه محيطا بلا عذر في شرح هذا المتن كرر هذه المسألة المصنف هناك ذكر فيحل مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر فإن مع العذر لو حلق الرأس أو اللحية أن أزال الشعر تجب الفدية. هناك هذا مذكور مرة ثانية. نعم فإذن يجب أن يتحذر عند الغسل عند الاغتسال والوضوء هذا يسن له الدلك وكذلك تخليل شعر الرأس واللحية هكذا. إذن ينبغي ألا أن يؤدي هذا الدلك إلى سقوط شعرة. نعم ثم ولا فدية وقلم للظفر ولو بعضه من يد أو رجل هذا أيضا حرام. نعم له قطع من كسر من ظفره إن تأذى به ولو أدنى تأذن هذا جائز. نعم ثم ويحرم ستر رجل لامرأة بعل رأس بما يعد ساترا. نعم هذا ستر الرجل رأسه حرام. فإذا يجب كشف جميع الرأس من أي شيء هذا ستر بما يعد ساترا عرفا. وإن حكى البشرة كثوب رقيق لأنه يعد ساترا هنا بخلاف الصلاة في ستر العورة في الصلاة ذكرنا الساتر هو ما يستر لون البشرة أما هنا الساتر يعني ما يعد ساترا لو كان رقيقا أيضا يرى لون البشرة وراءه لكن هذا يعد ساترا في العرف لذلك يحرم من محيط نويره. ثم هذا ستر الرأس حرام بالنظر إلى الستر ليس بالنظر إلى المحيط هذا سيأتي يعني آخر. لبس المحيط أيضا حرام فإذا لو ستر رأسه بمحيط يكون هناك حرامان لبس المحيط وستر الرأس وغيره كقلنسوة وخرقة. أما ما لا يعد ساترا كخيط رقيق فقط خيط يعني إن لم يكن عريضا لو كان عريضا يعد ساترا
هذا خيط يعني غير عريض ليس له عرل. ثم والتوسد نحو عمامة، هذا الإمامة جعلها تحت رأسه استعملها كوسادة عند الركود، هذا لا يعد ساترا. ووضع يد لم يقصد بها الستر، ممكن وضع يده على رأسه لم يقصد بها الستر، لو قصد بها الستر يحرم، بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه هل يحرم هكذا، هكذا خلاف هل يحرم ستر رأسه بيده أو لا يحرم على نزاع فيه. ثم وك حمل، حمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك، لم يقصد به ستر الرأس أيضا، فإذن لو أراد ستر الرأس يحرم. نعم، حمل أي شيء هو يحمل على رأسه حزمة شيئا هكذا. ثم استذلال بمحمل، هذا محمل الراحلة وهو يستذل يعني يطلب الظل. وإن مسه رأسه، وإن مس رأسه، نعم هذا محمل ممكن مس رأسه لا يحرم في هذه الحالات. لماذا؟ كل هذا لا يعد ساترا عادة، لذلك لا يحرم. ثم ولبسه محيطا، هذا حرام آخر، لبسه يعني لبس الرجل محيطا، ما لبس هذا يعني خاصان بالرجل. ثم سيأتي ما يختص بالمرأة. نعم، محيطا بخياطة، كيف كان اللحاطة في ثوبه، إما بخياطة أو نسج أو عقد أيا كان، يحيط يعني بعلو، هذا كقميص، محيط بخياطة مثاله قميص وقباء. نعم، أو نسج أو عقد في سائر بدنه، نسج عقد كيف يكون، كجبة كجبة لبدة، سواء كان في ذلك المتخذ من قطن أو كتان أو غيرهما، لا ينظر إلى مادة القماش أيا كان، إما هو عقد هكذا صار محيطا أو شبك أو استعمل الدبوسة وهكذا على أي طريق، أو بزر في سائر بدنه، هذا ليس في الرأس فقط بل في سائر بدنه. ثم بلا عذر، فلا يحرم على الرجل ستر رأس لعذر، ستر رأس لعذر، فإذن هذا بلا عذر يرجع إلى ما إليهما، ستر الرأس وكذلك لبس المحيط كلاهما بلا عذر، فإذن لو كان ستر الرأس بعذر فلا يحرم، هذا الذي يذكر أولا بسبب أن الباء تتعلق بهما باللبس والستر، بدأ في التفريع بهذه المسألة، فلا يحرم على الرجل ستر الرأس لعذر، ما هو العذر، كحر وبرد، ويظهر لبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه، لا يطيق الصبر عليه، فإذن لو كان يطيق الصبر على هذا الحر والبرد لا يعتبر يعني عذرا، وإن لم يبيح التيمم، نعم لا حاجة إلى أن يكون مبيحا للتيمم، فيحل مع الفدية، وهنا يجب الفدية، هذا يجوز يعني لا يسم بل يجب الفدية، قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر، لو حلق الشعر مع العذر هذا يجوز ويجب الفدية، كذلك هنا أيضا. ولا لبس محيط، يعني لا يحرم لبس محيط إن لم يجد غيره، ولا قدر على تحصيله، لم يجد غيره ولا قدر على تحصيله، عندئذ لبس المحيط فلا يحرم.
ولو بنحو استعارة كيف يحصل استعارة أو إجارة هكذا بخلاف الهبة ممكن هو يستطيع أن يحصل بطريق الهبة هل يكلف به لا يكلف لماذا لمن لمنة فيحل ستر العورة بالمحيط بلا فدية ففي ستر العورة يحل بالمحيط لا فدية إلا لا إثم ولا فدية لماذا هذا مع العذر ولبسوه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية يعني يحل لبسوه في باقي بدنه يعني في غير العورة لحاجة نحو حر وبرد مع فدية ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط عليه اللي يثبت وكل هذا جائز يحل الارتداء يعني ارتداء على الكتفين لبس الرداء فكذلك الالتحاف التحاف يعني استعمال اللحاف يعني وهو يجعل القميص بالقباء لحافا أو رداء فلا بأس فإذا القميص هو ألقى على كتفيه منقبيه لا يجب كذلك قباء هكذا أو يعني هو جعل قميصه لحافا وغطى جسده فلا بأس أما لبس القميص يكون محيطا وعقد الإزار أيضا جائز يحل وشد خيط على الإزار ليثبت لماذا يشد الخيط عليه الخيط أو منطقة ينقل لا وضع توق القباء على رقبته يعني توق القميص فقط هو وضع على رقبته يعني أدخل رأسه في توق القميص هذا لا يجوز يكون حرام وإن لم يدخل يده بدون إدخال يده أين في يد القميص أو القباء أدخل رأسه في توق القباء هذا لا يجوز نعم. ثم يبقى شيء واحد من محرمات الإحرام هذا ويحرم ستر امرأة لا رجل بعل وجه بما يعد ساترا لا يجوز على المرأة ستر وجهها كما لا يجوز على الرجل ستر رأسه لكن هنا في هذه المسألة يعني يكون تعارض بين الأمرين كثيرا ما يحدث مثلا هذا ستر الوجه عند الأجنبي يجب عند الأجنبي ستر وجه المرأة واجب ثم من عورتها هذا الوجه لذلك يجب عليه ستر الوجه فإذا لو كانت محرمة يجب عليه كشف عليها كشف الوجه فإذا تعارض فإذا العلماء حللوا هذه المشكلة اتباعا استدلالا بفعل الصحابيات التي روت هو عائشة رضي الله عنها هي تقول يعني إذا مر علينا الرجال نلقي جلابيبنا على وجوهنا هكذا هي قالت يعني كما قالت هكذا هن يفعلن يلقي الجلابيب على وجوهنا هناك يعني الشراح فسروا هذا الإلقاء بدون مساس على وجوههن لا يعد ساترا لوجوههن بل هن يجافين هذا النقاب عن وجوههن هكذا هن يفعلن نعم فإذا الفقهاء هكذا قالوا فإذا يجب على المرأة هكذا ساتر في الحج يعني عند الإحرام ساتر بدون مس الساتر وجهها بل هناك يوجد آلة يلبس فوقه هذا النقاب حتى يجافي النقاب عن وجه المرأة نعم هكذا آلة محرمات يعني يلبسنا هذا كما هذا الفعل وارد من فعل الصحابيات من فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت
في صحيح البخاري وغيرها وغيره. نعم.